إن أعظم نعمة نعمة الإسلام، وإذا أراد الله بك خيرا توفاك على الإسلام. وكان من دعاء نبينا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من ظواهر فتن آخر الزمان أن الرجل يبيت مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. وما تراه مما يبث من الشبهات أو من الشهوات في حقيقته صارف عن الإيمان، ولكن الله إذا أحب عبدا توفاه على الإسلام وثبته. وكل شيء يقبض منك له عوض، إلا عياذا بالله أن يقبض منك دينك. فإذا أحبك الله ختم لك أن تموت على الإسلام، وكن في قلبك فرحا أنك تعبد الله. بعض الناس يفرح إذا قام ببعض المباحات، فيجب أن تفرح أنك بطاعة الله. فلا تفعل العبادة تخلصا، بل افعلها إخلاصا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإنك لا تضره إن عصيته، ولكنك تهلك إن عصيته. ولا تتكبر على الاعتراف بالذنب، فقد قال الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة: لست بريئا فأعتذر، ولست قويا فأنتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا وفقت بطاعة فاستشعر فرحا بأن الله برحمته وفقك لذلك. فهؤلاء من ثبتهم الله على الإسلام وماتوا على الدين، فمن رحمة الله بنا أن ولدنا مسلمين، أي أن الله أعطانا الإسلام من غير أن نسأله. فنسأل الله أن يرزقنا الجنة ونحن نسأله.